اهلا بكم مره ثانيه. ركز معايا في الكلمتين الجايين دول علشان نعرف بالظبط نوعيات الناس ايه. الناس اللي بتكتب في الجرايد وبتتكلم الاخبار، السياسيين، في ناس بتطلع كده في الصحافه والتلفزيون ساعات بيضحكوا عليك ويهموك، يهموا حضرتك ان هم خايفين على مصلحه الوطن، بيتكلموا طول الوقت باسم الوطن، وبعدين يتكلموا شويه باسم الرئيس، وبعدين يبداوا يفسروا لنا ما كان يقصده الرئيس بنظره عينيه وكانهم كانوا قاعدين بيشربوا شاي معاه، وبعدين يبدأ يكلموك على ان هم ازاي بيدعموا الرئيس. وفي الاخر هنكتشف مع بعض حتة نكتة، والله نكتة كبيرة جدا. هتكتشف ان الناس دول اللي هم مشاهير دلوقتي في الكتابة والسياسة عايشين في كوكب تاني، كوكب اسمه مصلحتي اولا، حتى لو على جثة البلد دي. الفترة الاخيرة انتشر كده ما بين الناس في الصحافة مصطلح اسمه المطبلاتية. الناس بتستخدم هذا المصطلح بتاع المطبلاتية علشان توصف بيه المنافقين الخايبين شوية أو شويتين. لما يكون منافق وخايب تقول له ده مطبلاتي مش عارف يوزنها صح. توصف بيه المتطوعين اللي بيحاولوا يقدموا السبت علشان يلاقوا الحد ومعاه بقية الأسبوع إن أمكن يعني. النهاردة في موقع التحرير، في موقع مصر اليوم كمان، وكذلك في صفحة 3 من جورنال اليوم السابع، وكذلك في جريدة الشروق، تصريح واحد بنفس المعنى منشور على لسان المهندس نجيب سويرس رجل الأعمال. بيقول فيه كلمة، تصريح خطير جدا، لأنه بيقول إيه؟ نجيب سويرس بيقول الداعين إلى تعديل الدستور المصري مطبلاتية، عاوزين ينافقوا رئيس الجمهورية. ده اللي قاله نجيب سويرس، ده لسان نجيب سويرس. كلام نجيب سويرس مهم، مش لانه طالع من نجيب سويرس رجل الاعمال الشهير واللي عنده دلوقتي حزب ليه تقل سياسي زي المصريين الاحرار، لا، مهم لانه اتقال كتير الفتره اللي فاتت، الكام يوم اللي فاتوا، من شخصيات سياسيه وقانونيه بنفس المعنى، قالوه بعد ما بدا الكلام عن تعديل الدستور اللي احنا لسه مصوتين عليه من سنه وشويه، وكانه ده لعبه يعني. نجيب سويرس بتصريحاته، هذه التصريحات اللي قال فيها ان كل الداعين الى تعديل الدستور مطبلاتيه، وكأنه دون أن يدري حط تعريف جديد أو علامة جديدة، لو لقيتها تعرف أن صاحبها مطبلاتي. بيقول، وده كلامه مش كلامي، كلام نجيب سويرس، أن كل لما تلاقي سياسي أو إعلامي بيطالب بتعديل الدستور دلوقتي يبقى تعرف أنه مطبلاتي على طول. ده كلام نجيب سويرس، كلام حلو الحقيقة، بس كمان واضح أن ده مش رأي نجيب سويرس لوحده، لا، ده كمان السفير محمد العرابي وزير الخارجيه السابق وعضو قائمه في حب مصر اللي في الصعيد. يعني انت بتتكلم دلوقتي عن واحد في اتجاه سياسي معين وواحد تاني في اتجاه سياسي مختلف. السفير محمد العرابي استخدم نفس المصطلح وقال لموقع صدى البلد وهو بيعمل معاه حوار، لا يليق ان نتحدث عن تعديل الدستور قبل تفعيله. قال لك احنا لسه ما اشتغلناش بالدستور، لسه قعدنا شويه بنشتغل. وقال ان احنا لازم نتوقف عن الحديث في هذا الوقت الحالي عن تعديل الدستور، لان ده ضار جدا بالصالح العام ويشوه صورة الدولة المصرية ويشوه صورة السلطة المصرية. العرابي كمان قال لصدى البلد انه لا يوجد ما يدعو الى تغيير الدستور، ومن يطلب ذلك الان واحد عاوز يطبل. وقال ان الممارسة الفعلية للدستور هي اللي تخلينا نفكر بعد شوية لما يستقر الحال بالسلطات الثلاثة موجودين، نقدر نقول بقى اذا كان في مشكلة ولا لا ندعو لتعديله. كلام عاقل ومحترم جدا، استخدم فيه نفس المصطلح بتاع نجيب سويرس. احنا عندنا اتنين من اتجاهين سياسيين مختلفين بيقولوا ان اللي يقول يلا عدلوا الدستور ده مطبلاتي. بس واضح كمان ان في اطراف تالتة وتانية مقتنعة ان علامة الشخص المطبلاتي هو ان يجاهر بفجاجة بطلب تعديل الدستور. هل في حد عاوز يزود؟ ايوه انا عاوز ازود. التيار الشعبي هو كمان طلع بيان بيقول فيه ان اللي بيطالب بتعديل الدستور مش بس يبقى مطبلاتي، لا، ده كمان عنده ضمور عقلي، وفقا لتصريح نصا قاله السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار الشعبي والمتحدث باسمه، اللي قال ازاي نطالب بحاجه لسه لم نختبرها بعد. يبقى ثلاثه سياسيين تقال نعهد عليهم الاحترام بيقولوا ثلاث اراء كلها متشابهه. التعريف اللي حطه او العلامه اللي حطها الثلاثه السياسيين دول، سويرس والعربي ومعصوم، والثلاثه من اتجاهات سياسيه مختلفه ومختلفين مع بعض،
ولكنهم أقروا في أخبار رسمية منشورة أن كل سياسي أو إعلامي أو شخصية عامة تطالب بتعديل الدستور الآن، وخصوصا بعد كلمتين الرئيس اللي اتفهموا غلط، لسه أو لسه ما اشتغلناش بهذا الدستور، يبقى اللي يقول كده بقى مطبلاتي. طالما احنا بقى خدنا تصريحات الناس دول، ركز معايا الله يخليك، طالما خدنا تصريحات الناس دول وعرفنا، يبقى نسأل السؤال التاني، هو مين في مصر طلب تعديل الدستور؟ مين في مصر تسرع وعمل حملات وتكلم باسم الرئيس وقال لك يلا نعدل الدستور؟ مين اللي كان يقصده نجيب ساويرس؟ مين اللي كان يقصده السفير محمد عرابي؟ مين اللي كان يقصده معصوم مرزوق؟ تعال نبص في الجرايد ونشوف، مش هنجيب من عندنا، مش هنجيب حاجه من بيتنا، كل ما نشوف في الجرايد المصريه. المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال قال لموقع دوت مصر ان برنامج التيار الانتخابي هيبقى قايم على حاجه واحده بس. ايه هي يا فندم؟ هل مثلا المواطنين غلابه؟ هل المواطنين مش لاقيين ياكلوا؟ لا لا لا، كل الكلام ده ارميه في الزباله. برنامج تيار الاستقلال طبقا لتصريحات احمد الفضالي لدوت مصر قائم على رغبه كبيره في التعديل للدستور. الاول ادخل بقى على الثاني. الثاني هو الراجل اللي راشي في اي مصلحه، الشيخ مظهر شاهين، اللي طلع وقال لموقع العربيه دوت نت انه عمل حمله شعبيه لتعديل الدستور. يا راجل ده بصبر شويه لما نشوف اذا كان ده توجه دولي ولا لا. على طول طلع عمل حمله شعبيه تحت شعار هنعدل الدستور. حضرتك سمعت عنها؟ حضرتك سمعت عنها؟ اللي هناك سمع عنها؟ لا طبعا، لا طبعا مش تسمع عنها، لان دي حاجه ما بتعبرش عن رغبة في كيان الشعبي، تعبر عن رغبة واحد عنده مصلحة. طلع قال هنعمل حملة شعبية اسمها نعدل الدستور، وقال ان الدستور الحالي بيخلي الرئيس سكرتير للبرلمان ويحد من صلاحياته ولا يمكنه من تنفيذ قراراته، ويجب التكاتف من اجل تعديله. هو الرئيس اشتكى لك يا شيخ مظهر؟ لا. طيب الثالث، الثالث هو الاستاذ احمد موسى اللي قرر يتكلم في خبر منشور بجريدة التحرير، يقول ما كانش عندنا بديل الا اننا نوافق على الدستور اللي فات ده، بس والله العظيم كلنا لبسنا الدستور، وعلى ذلك لابد ان ندعو لتعديل الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانيه. يعني كمان راجل مستعجل، مش مستني استنى البرلمان. انا اقول لكم كلمه في الاخر كده بس، الرابع الكابتن عزمي مجاهد بتاع الكوره، مش عارف ايه اللي جابه في الناحيه دي بس يلا، طلع وقال لجريده فيتو ان الدستور الحالي مؤامره على مصر ويجب تعديله مع ضروره محاسبه الجهه اللي اختارت اعضاء لجنه الخمسين، وقال ان هي اختارت شخصيات كانت تهتف ضد الدولة المصرية وكانت تضم ناس بتوع بانجو واثار. كابتن عزمي انت لو مركز شوية انت بتقول الكلمتين دول، والله لو مركز هتعرف انك بتتهم بقى كل الناس اللي موجودة في السلطة دلوقتي، وهتعرف انك كنت بتتهم الجيش والشرطة والامن، كل الدولة المصرية حضرتك بتتهمها لان هي اللي كانت بترعى مسألة لجنة الخمسين، لكن انت ما بتركزش، انت مستعجل عاوز تخش تنقط الفرع. الخامس هو المستشار مرتضى منصور اللي نشر اليوم السابع خبر بيقول فيه، المستشار مرتضى منصور بيقول ان الدستور الحالي معرقل لمصر في المرحله القادمه، واحنا لسه شغلناه، وبيقول لك يجب ان تتعدى المواد كتيره فيه. يا سلام، وقال لك الدستور ده لازم يتغير والا البرلمان ده مش هيعيش. يا سلام، بتقروا الغيب حضراتكم؟ طب استنى لما البرلمان يطلع، هي دي دوله مكتمله عشان نعرف الدستور صح ولا غلط؟ حتى لو انا عندي شخصيا عليه بعض الملاحظات، انا شخصيا عندي ملاحظات. تعالى بقى نروح للسادس، هو السيد البدوي رئيس حزب الوفد اللي قال لموقع دوت مصر، بس كان مكسوف شويه يعني بيحاول يبقى دبلوماسي، كان بيقول على المداري، بيقول ان الدستور عمل بشري وقابل للخطا والتعديل، لكن لابد ان احنا قبل ما نفكر في التعديل نحط طرق واليات للتعديل، وقال ان في نص دستوري يمنع تعديل فترات حكم الرئيس او اي مساس للمبادئ الاساسيه للحريات والمساواه، وبالتالي لازم نفكر في التعديل نحط مبادئ واليات، لكن هو مش ضد الدعوه، هو بيدعو بس بالمستخبي. تعالى بقى نروح للسابع، الاستاذ عبد الرحيم علي اللي طلع قال لجريده الوفد ان هو ترشح مخصوص للبرلمان، هل عشان يخدم اهل الدائره؟ طب عشان يشرع قوانين؟ لا، عشان يعدل الدستور. قال الكلام ده امتى؟ الكام يوم اللي فاتوا، يعني فضل ساكت سنه كامله، لكن اول ما الرئيس جه جنب الدستور، يا جماعه الحقوا ده الرئيس بيقول عاوزين الدستور مش ايه، نجري بسرعه عشان الرئيس يفرح بينا. مين قال لك؟ الثامن هو راجل طشه الملوخيه والشوبنج، الاستاذ ممتاز القط اللي قال لموقع التحرير لازم الدستور يتعدل قبل ما نروح في داهيه ان شاء الله. التاسع هو الاستاذ مصطفى بكري اللي كان عامل حوار في مصر اليوم وساله زميلنا عادل الدرجالي
وقال له من وجهة نظرك يا أستاذ مصطفى، إيه اللي كان الرئيس بيقصده بأن الدستور وضع بنوايا حسنة؟ واخد بالك بالسؤال الذكي بتاع زميلنا محرر مصري، قال له من وجهة نظرك ما إيه اللي الرئيس كان بيقصده؟ يقصده يعني أنت متخيل إيه؟ فهو ما جابش عليه إجابة كده، لأ هو جاب عليه بلسان الرئيس. أه والله العظيم قال له الرئيس عبد الفتاح السيسي يقصد، بص قال له كده، قال له الرئيس عبد الفتاح السيسي يقصد، مش قال له أتوقع ربما تحليلي يقول وجهة نظري رؤيتي قراءتي الأمر، لأ قال له الرئيس يقصد. أنت عرفت منين إن هو يقصد أصلا؟ هو قال لك كلمك استشارك، المهم قال لك يقصد القول بأن الدستور عندما تم وضعه أعطى مجلس النواب سلطات أكبر من سلطات الرئاسة، وده يعمل لنا مشكلة، وإنه في ظل الحالة اللي احنا بنعيشها في البلد، حالة الفوضى وحالة الارتباك اللي احنا بنعيشها في البلد دي، لا يمكن القول بأن الدستور دلوقتي اللي بيعمل نظام مختلط ما بين برلماني ورئاسي، إن مصر ممكن تستحمله أو مستعدة إنها تتعامل مع هذه السياسة، وبالتالي إن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطر وكل برنامجه مؤجل او ربما يتعطل اذا لم يتم تعديل الدستور. انت بتهدد البلد، تهدد البلد. دول قائمة التسعة اللي فاتوا، دول قائمة من 9 اسماء. واحنا اتعلمنا في الرياضيات الاتي، نظرة البرهان، بما ان نجيب سويرس صرح في جرائد النهاردة ان المطالبين بتعديل الدستور مطبلاتية، وبما ان انضم لنجيب سويرس السفير محمد العرابي والسفير معصوم مرزوق، وبما ان هذه الاسماء ثبت من واقع الصحف الرسميه ان هي اللي طلبت بتعديل الدستور، اذا يبقى هما دول المطبلاتيه وفقا لنظريه نجيب سويرس والعربي ومعصوم مرزوق. حلت، بس يا ريتها حلت لحد كده، يا ريتها وقفت لحد كده. ده في احراج رسمي، في احراج رئاسي. دول مش بس قال عليهم نجيب سويرس مطبلاتيه، لا مش بس بيطبلوا وحش ومستعجلين ومتسرعين وعاملين زي الدبه اللي بتقتل بصاحبها، لا دول كمان ما بيسمعوش كويس. بص يا سيدي، كل الناس دي التسعه دول كانوا اكتر ناس بيشجعوا المصريين على التصويت للدستور، انزل قول نعم، وكانوا اكتر ناس فرحوا بالتصويت بنعم على الدستور، وكانوا اكتر ناس بيذيعوا وبينشروا بشرة خير. وكل التسعة دول لم يتم ضبط واحد فيهم متلبسا طوال الفترة اللي فاتت، الشهور اللي فاتت منذ اقرار الدستور، بالشكوى او ابداء الضيق او التحفظ على اي مادة من مواد الدستور طوال الفترة اللي فاتت. امال ايه اللي حصل؟ السادة برضو بيحاولوا يقدموا السبت، سمعوا الرئيس بيقول في خطبة ما ان الدستور كتب بالنوايا الحسنة، فقرر ان هم يفسروا للرئيس تصريحاته، فعملوا دوشة، عملوا ضجة، عملوا مشكلة في البلد، شغلت البلد عما هو اهم. اضطروا رئيس الجمهورية ان يطلع يرد عليهم، لدرجة ان الرئيس طلع وقال خلال كلمته في احتفالات القوات المسلحة بانتصارات اكتوبر اللي كانت موجودة في الكلية الحربية، وفقا لما نشر في موقع مصراوي وجريدة المصري يوم، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نفى وجود اي طموح لديه بالسعي لتعديل الدستور، وقال في تصريحاته ان الكلام اللي قاله عن كتابة الدستور بحسن نية جاءت من التجربة السيئة خلال الفترة اللي فاتت، وقال ان الناس لازم تعرف ان دور البرلمان الجاي مهم وخطير، والمصريين لازم يعرفوا ان مفيش حاجة هتتم غصبا عنهم، ان ارادتكم الحرة يا مصريين لن تجعل لاي شخص مساحة يفرض عليكم اي حاجة. فتخيل رئيس الجمهورية بيقول لهم انا مش هفرض عليكم اي حاجة، بس في 9 عاوزين يفرضوا على المصريين كل حاجة، مش فرض بالإجبار لكن فرض بالتخويف، حاجة تكسف صح؟ كده الإجابة يا عم. بس السؤال الأهم، يا ترى هم مكسوفين؟ طب بلاش دي، يا ترى حد فيهم قدر يرد على نجيب سويرس أو السفير محمد العرابي؟ طب يا ترى حد فيهم قدر يرد على الرئيس؟ طب يا ترى حد فيهم بعد نفي الرئيس لسه بيتكلم في تعديل الدستور؟ لا بطلوا يتكلموا، بيقولوها على استحياء، مش بنفس الحماسة ولا بنفس الشجاعة. اشوفكم بعد الفاصل.